اهلا بيكم في حلقة جديدة من بيكوستان. النهاردة هتكلم معاكم عن كورونا وازاي انتشر والخطر جاي منين وازاي ان ممكن فرد واحد بس يبهدل البلد بحالها من غير ما يشعر. هنيجي دلوقتي ونتكلم مع بعض بالتفصيل. كورونا عبارة عن فيروس من مجموعة الكورونيات او التاجيات، عشان شكله شبه التاج. فالفيروس ده عامل زي فيروس البرد والسارس والانفلونزا والكلام ده كله. المهم ان هو بيبقى حواليه غشاء من الدهون، غشاء دهني. طبعا عشان نتخلص منه لازم نحط عليه مادة تذيب الغشاء الدهني ده فيموت. ايه المادة دي؟ لازم مية وصابون، نحط مية وصابون عليه هيموت. اغسل ايدك، فيروس بقى لو كان موجود على ايدك، او ما تدخل تغسل ايدك، اول حاجة تغسلها ايدك، تاني حاجة تغسل وشك، اي شيء او اي جزء من جسمك كان مكشوف تغسله. حلو، التلاتة دول. هدومك تترمي على طول في الغسالة وتشغل عليها، عشان الصابون برضو المسحوق بيموت الفيروس. الاهم من ده كله ان احنا نبقى لابسين كمامة، تلبس الكمامة عشان خاطر تبقى حامي نفسك من انت ممكن تاخده عن طريق التنفس، الهواء. المهم نيجي دلوقتي على الحتة ازاي الفيروس ممكن ينتشر واحد بس يدمر بلد بحالها. قصة جميلة جدا. واحد اسمه وليكن محمد، ما بيحبش يقف في البيت، ففي كورونا في البلد، هو مش عايز يقتنع ان في حاجة خطر والموضوع بعيد عنه، ومش في الغالب مش هيجيله. فنزل راح عند واحد صاحبه وهو من المعادي، راح فيصل، قعد عند صاحبه فيصل. لقط الفيروس مش من صاحبه، من اي حد بقى، يعني مش شرط صاحبه، وقعد مع صاحبه. بعد كده راحوا قعدوا مع بعض مع مجموعة من صحابهم في المعادي تاني، رجعوا كلهم معادي، راحوا قاعدين مع بعض. الفيروس في عند جهاز بيلعبوا بلاي ستيشن، فالفيروس انتشر ما بين صحابه. طبعا ما فيش حد فيهم ما اتنقلوش المرض، يعني اكيد واحد قعد معاهم، ما فيش حد يدخل الاوضه ديت بعديهم او معاهم الا لما يكون المرض جاله. كل واحد روح على بيته بعد ما خلصوا وقعدوا بيوتهم. المرض انتقل اكيد لكل اللي في البيت، الناس اللي في البيت دي كلها بدأوا يروحوا بقى يمارسوا حياتهم العادية كشغل او مدرسة او اي حتة، بدأوا ينشروا الفيروس دوت. فتعالى كده نبص اللي محمد عمله، بان هو نقل اصحابه، اصحابه نقلوا اهاليهم، وهو نقل لأهله. طب لو محمد كان قاعد في البيت كان حصل ايه؟ كانش حصل اي حاجة، كانش الفيروس انتشر. في قصة تانية بقى هقولها لكم. واحدة من كوريا الجنوبية في بدايات انتشار الفيروس، حصل ايه؟ هي قاعدة في العربية بتاعتها وسايقة مروحة البيت بعد ما راس الشغل، عملت حادثة، راحت على المستشفى، فلاحظوا ان هي الحادثة مش قوية، ما فيهاش اي مشاكل، يعني حاجات ردود وحاجات خفيفة لا تستدعي ان يحجزوها، مش هتكون سبب في ان يجي لها سخونية او حمى. لو ان درجة حرارة جسمها اعلى بدرجتين من الطبيعي، يعني درجة حرارة الجسم 37، لقوها ان هي 39، فلو روح اكشفي واعملي تحليل كورونا، يعني درجة بسيطة مش اللي هي المتعبة او حمى بجد، بس بدايات الحمى. فما قالت لا مش هعمل كده، ومش مستدعي يعني ان انا اعمل كده، حبت سخونة درجتين مش حكاية، ونفضت. راحت بدأت تتعامل في حياتها، تروح الكافيهات، تقعد مع زمايلها، تخرج تروح النادي، تقعد مع اهلها. بعديها بفترة لقت انها سخنت جامد، فراحت عملت بعديها بيومين بالظبط تحليل كورونا، اكتشفوا ان عندها فيروس كورونا الجديد، يعني كمان الجديد ده كان نادر ساعتها، ما كانش فيه كتير منه. فكانت السبب في ان هي تنشر المرض او الوباء في كوريا الجنوبية بشكل كبير وخطير، لان هي كانت اصلا جاية من بره، يعني هي كانت موجودة في مكان بره البلد مش متذكر فين بالظبط، وراحت راجعة البلد، وكانت حاملة للفيروس لاكتر من اسبوع، وما كانش باين عندها لانها شابة صغيرة وجسمها على مناعته بتقاوم شوية. فالست ديت نشرت المرض في بلدها، وكانت السبب الاساسي في الازمة اللي حصلت في كوريا الجنوبية. تعالوا بقى نبص لكيفية انتشار الفيروس.
هنقول مثلا ان واحد لو موجود بعد ما ينقل المرض هيبقى عندنا 2، الاتنين دول هينقلوا المرض بقى 4 مثلا. يعني بنقول مثلا على اقل تقدير، يعني ممكن واحد ينقل 50، بس انا بقول اقل تقدير واحد ينقل واحد، اتنين هينقلوا اتنين هيبقى معاهم 4، بعد كده يتضاعف 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 كل شوية الرقم، يعني الاربعة بقوا 8، 8 بقوا 16 وهكذا. احنا لو عندنا النهاردة حالة، بعد شهر هيبقى عندنا 1000 حالة، بعد شهرين هيبقى عندنا 1000000 حالة، بعد بالظبط 3 شهور هيبقى عندنا 1000000000 حالة. ليه الكلام ده؟ هقول لكم. في حاجة اسمها المعدل الأسي. المعدل الأسي ده يعني ايه؟ تضاعف الرقم، الرقم نفسه يتضاعف. يعني انا عندي رقم 1 دلوقتي هنضاعفه بقى 2، 2 بقى 4، 4 بقت 8، 8 بقت 16، هكذا. وصلت؟ 1000 بقى 2000، 2000 بقى 4000، 1000000 بقى 2000000، بيتضرب في 2 الرقم، يعني بيتضاعف يتضاعف يتضاعف. فكل ما الرقم يتضاعف كل ما المرض بينتشر اكتر واكتر. يعني ممكن تحصل عملية انقاذ لو احنا ما اهتمناش. يعني ايه ما اهتمناش؟ يعني دلوقتي حضرتك قاعد في بيتك محترم معزز مكرم، بتلبس كلامتك لو نزلت، تغسل ايدك لو رجعت، انت كده عامل الصح وزيادة. انما انت لو ما عملتش كده انت بتنشر المرض بنسبة كبيرة جدا، واللي انت بتعمله ده شيء حرام برضو، يعني في الدين حرام، لان انت كده بتنشر الوباء والمرض، فانت بتأذي لدرجة ان ممكن ناس كتيرة تموت بسببك، فتتحاسب عليهم وتاخد وزرهم. فلازم تقف في البيت من باب الدين، اخلاق، وخوف على صحة الناس كمان. تالت حاجة ان انت تخاف على صحة الناس اللي حواليك، انت والدك ووالدتك لو انت شاب صغير فهم ناس كبيرة وخطر عليهم من اي حد تاني. عندك حد عنده مرض مزمن هيموت، فانت شايل ذنبه برضه، لان انت سبب في ان انت ما اهتمتش وما تبعتش الارشادات. فنظافتك الشخصية، اتباع الارشادات، واهم من ده كله خاف على اللي حواليك. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، تتفرجوا عليا وانتوا قاعدين في الحظر. هنعمل ايه مع حبة ناس نزلوا عملوا مظاهرات ضد فيروس كورونا؟ في حاجة عايز اقولها قبل ما اقفل. هو كل واحد اخواني، او كل واحد سمع كلام معتز مطر، هو حضرتك كان فين المخ عندك لما سمعت كلامه ونزلت تعمل كده؟ هو لو بيحبك وخايف عليك وعايز مصلحتك بجد وبيقولك ان انا بحبك وان احنا ضد الناس الفاسدين وان احنا مع الحق، مفروض ان هو اول واحد يقولك ما تنزلش من البيت ويخاف عليك وعلى مصلحتك. بس انت لو فعلا بتفهم وبتفكر وعندك مخ وذكي، بعد اللي هو عمله دوت مفروض ان انت ما تعرفوش تاني. شكرا.